السلام عليكم. اليوم غتكون عندنا ايبيزود 3 في الماتيير ديال استراتيجي اندستريال. كما شفنا لاناليز اكسترن فيه لاناليز دو لونفيرونمون جلوبال اي اوسي شفنا لاناليز ديال لاندستري او لا لو ميزو انفيرونمون. دابا غنشوفو اخر اناليز في لاناليز اكسترن اللي هي لاناليز دو لوفر اي دو لا دوموند. على بركه الله، اول حاجه غادي نشوفوها هي لا دوموند، ليفالياسيون دو لاناليز دو لا دوموند. فاش كنشوفو هاد ليفالياسيون اشنو كان ايفاليو في هنا؟ كان ايفاليو لا دوموند، يعني كنشوفو لا ستابيليتي، كنشوفو التاثير ديال لا ديموغرافي ولا لا زون جيوغرافيك، كنشوفو ليفولوسيون ديال لي غود شتور، يعني كنشوفو هادوك الناس ولا لي كونسوماتور اللي غادي يجريو عندنا واش لي بيزوان ديالهم بقاو ستابل او لا طورو، يعني بغاو دي برودوي اللي هما جداد ويكونوا فيهم سيغتان كاركتيرستيك. وسي لي شونجمون دو ستيل دو في اي دو مود دو في. كنشوفو لاباريسيون دي سبستيتيوت، يعني كنشوفو لي زونتربريز اللي كيديرو ليميتاسيون ولا اللي كيصنعو دي برودوي اللي كيعوضو لو برودوي ديالنا. كنشوفو ايغالمون لامباكت دو لا تكنولوجي، يعني كنشوفو لو تو دابسوليسونس واش عندو واحد لامباكت اللي هو كبير صغير، شنو هو لامباكت ديالو، كيفاش غادي نتادابطاو مع هذاك لامباكت. هنا في لاناليز ديال لا دوموند هادشي اللي كيكون عندنا اون جينيرال. من بعد ما كان اناليزي ولا دوموند كنشوفو لا تاي اي كرواسونس دي سيغمون دو مارشي. فهاد لا تاي دو اي كرواسونس دو سيغمون دو مارشي كنشوفو اول حاجه هي لا تاي دو مارشي، يعني كنشوفو حنا شنو هما دوك لا بوبولاسيون اللي غادي نسيبليو، واش واحد المارشي اللي هو ريستران ولا واحد المارشي اللي هو لارج، يعني لا بوبولاسيون لارج ولا ان غران نومبر دو كونسوماتور. وكنشوفو الكرواسونس باسي انفيزاجي، يعني كنشوفو داك التطور اللي كان عندنا ولا داك التطور اللي بغينا حنا نوصلو ليه. يعني هنا في ليفولوسيون ديال لا دوموند او لا لاناليز ديال لا دوموند اون جينيرال كنهتمو بدوك الناس اللي غادي يشريو لو برودوي ديالنا، كندرسو لا سيتوياسيون ديالهم باش نساتيسفيو ليهم لي بيزوان. في لاناليز دو لوفر كنشوفو اول حاجه هي لا ستراكتور دي كو، يعني كنشوفو البنيه ديال هادوك لي شارج اللي خسرناهم، كنشوفو لي شارج اللي خسرنا او نيفو د لا مان دوف، كنشوفو لي شارج ولا لي كو اللي خسرنا في لي ماتيير بروميير. كنشوفو لا هنا في لوفر كنهتمو بلي كو فيكس اكثر من لي كو فاريبل، يعني لامبورطونس دي كو فيكس بارابور او كو فاريبل. ليكزيستونس ديكونومي دي شيل، يعني كنصنعو واحد لا برودكسيون، كنديرو لا برودكسيون اون ماس، واحد لا كونتيتي اللي هي كبيره افيك دي فري اللي هما فيكس. بالنسبه ل ايغالمون عندنا خامس حاجه اللي هي ليكزيستونس دي في ديكسبيريونس، يعني هنا اون طونك اونتربريز خاص تكون عندنا واحد ليكسبيريونس في المارشي باش تكون هاد عندنا هاد لا ستراكتور دي كو. من بعد ما شفنا لا ستراكتور دي كو غنشوفو لي كاركتيرستيك دو سيكتور، يعني كنشوفو هادوك الحوايج ولا دوك المواصفات ديال داك السيكتور. بالنسبه للسيكتور كيكونوا عندنا دا بارير ا لونطري، يعني باش اني ندخل واحد السيكتور خاصني نشوف لي بارير اللي فيه دونطري واش هما لوغ ولا لا. ايغالمون على السورتي، يعني انا فاش كنكون في واحد لو سيكتور باش نخرج راه كنخلص دي فاكتور، وما بينهم لي فاكتور بسيكولوجيك و لي بارير ا لا موبيليتي. يعني انا اون طونك كاين في واحد السيكتور و عندي واحد لو جروب استراتيجيك، كيفاش فاش انا كندير واحد كنبغي نمشي من جروب لجروب راه كنخلص لي باريير دو موبيليتي. ايغالمون عندي لو دوغري دو كونسونطراسيون، يعني واش انا كونسونطري في واحد الميتي ولا ديفيرسيفيي. وسي لو دوغري دانتيغراسيون، واش انا كان انتيغري دي زوطرو دومين، يعني انا اون طونك اونتربريز واش كان انتيغري لي ديستريبيتور ايغالمون، كندير لانتيغراسيون في لا فونكسيون دابروفيزيونمون او با. هادو كاملين كنديروهم او نيفو د لاناليز دو لوفر وكنشوفو لي كاركتيرستيك دو سيكتور. من بعد ما كندرسو لا ستركتور كنشوفو تكنولوجي اي سوسيتي، يعني كنشوفو لا تكنولوجي اوتيليزي موبيليزي. وسي كنشوفو داك لو دوغري دو ماتوريتي دو لاندستري، يعني داك الدرجه ديال النضج ديال داك لو سيكتور. وسي كنشوفو لي ديفي سوسيو بوليتيك دو لاندستري، يعني شنو هما دوك التحديات اللي كديرهم لونتربريز. وسي لي نوفو زاكتور، يعني كنشوفو دوك لي زاكتور اللي هما جداد عندنا في هاد لاناليز دو لوفر.
لهنا غادي نكونو دوينا على الاناليز اكسترن، حيتاش فيها ثلاثة ديال لي زاناليز، فيها لوفر اي لا دوموند، فيها ديال السيكتور، وفيها لونفيرونمون جينيرال. دابا غادي ندوز نشرح لكم في نفس الفيديو الاناليز انترن وشنو هما لي زوتي ولا لي زاناليز اللي فيها. قبل ما ندوي على لي زوتي اللي كيتستعملوا في الاناليز انترن، غادي ندوي على لا ماتريس سوات، حيتاش سوات كيكون فيها لو دياغنوستيك انترن اي لو دياغنوستيك اكسترن، يعني كتهتم لينا بشي حاجه اللي هي انترن اكسترن، كاين فيها لونفيرونمون انترن اكسترن، وفيها كاع جمع لينا لي زوتي كاملين، كتعتبركم ان بوين دو ريفيرونس. بالنسبه لسوات عندنا فورس فيبليس موناس اوبورتونيتي. بالنسبه لي فورس لي فيبليس كيكون عندهم العلاقه بالونتربريز، يعني شنو هما لي فورس ديالها بارابور او كونكورون، وشنو هما لي فيبليس اللي عندها اللي كيخليوها انها تكون ضعيفه الا قارناها مع المنافسين. اما بالنسبه لي زوبورتونيتي او لي موناس، شنو هما لي زوكازيون اللي خاصها تيكسبلواتيهم باش تكون عندها واحد لاتو، وشنو هما هادوك لي موناس اللي كيهددوا ليها اللي كيهددوا ليها لي استراتيجي ديالها، واللي كيأثروا عليها نيجاتيفمون، اللي كتقدر انها مثلا تادابت معاهم ولكن ما تقدرش انها تحداهم، حيتاش لي موناس كيتفرضوا على لونتربريز. Les forces. Les forces d'une entreprise sont les ressources et compétences qui représentent des actifs concurrentiels importants et qui sont les déterminants de sa compétitivité et de son succès sur le marché. Qui m'a dit comme l'entreprise a des forces, c'est une chose qui est interne, qui est très importante, qui est très importante, المنافسين لها، بحال فاش كتكون عندها ليكسبيرتيز سبيسياليزي، يعني كيكون عندها خبرات اللي هما متخصصه، بحال فاش كيكون عندها واحد لاكتيف فيزيك اللي عنده واحد لا فالور، لاكتيف اون كابيتال هيومان دو فالور، يعني لي بيرسونيل اللي عندها كيكونوا كومبيتون او كاليفيي، وسي لاكتيف انتانجيبل اللي عنده واحد لا فالور، يعني كتقدم سيرفي خدمات اللي هما عندهم قيمه، اللي الا قررناها مع لي كونكورون كنلقاو ديك القيمه عندها واحد الحاجه اللي زايدة. ايغالمون ريوسيت بارتيكولي عندها واحد النجاح، اي لي بارتناري يعني دوك المشاركين ديالها كيكونوا ايغالمون عندهم واحد لا فالور ولا واحد لا فورس. ثانيا لي فيبليس، لي فيبليس دون انتربريز ريبريزونطون سو كي لوي مونك، يعني اي حاجه ما كايناش عند لونتربريز وكتفتقر ليها الا قارناها مع المنافسين، راه هذه كتعتبر نقطه ضعف. Ils sont des éléments qui causent des désavantages, يعني شي حاجة اللي كتأثر négativement على l'entreprise en interne sur le marché. Cela peut également être quelque chose pour laquelle l'entreprise est plus faible que ses concurrents. يعني عندها شي حاجة مثلا لي سالاري ديالها ما عندهمش واحد لا كومبيتونس اللي هي كبيرة نون كافيفيي، ايغالمون ما كيت ماشي موتيفي، دوك البيرسونيل ديالها ماشي موتيفي، ما عندهاش واحد لو دوغري ديال ليكسبيرتيز، ولا ما عندهاش واحد الخبرات اللي غادي ينفعوها في المارشي. هادو كلهم كيتعتبروا دي فيبلس. و ايغالمون عندنا دي زيكزامبل، عندنا ليكسبيرتيز ان اكزيستون كيما قلت لكم ما عندهاش خبره ولا انفيريور ولا ناقص عندها الخبره في واحد لو دومين امبورطون اللي هو مهم بزاف، مونك دو كومبيتونس دو لي دومين كلي، يعني ما كتكونش عندها واحد الكاباسيتي باش انها تخدم، ولا ما عندهاش البيرسونيل كاليفيي. هادو كلهم دي فيبلس. Après, on va voir l'analyse ou le diagnostic externe, les filles, les opportunités ou les menaces. Les opportunités les plus importantes pour une entreprise sont celles qui sont le plus en adéquation avec ses ressources et ses compétences. Il y a sur le marché quelques offres liées les occasions d'affaires. Ou lesquels arrachent à exploiter ou hadouk les عندهم العلاقة ولا هادوك اللي قادرين عليهم حنا en tant qu'entreprise. يعني كيكون عندنا des ressources ou des compétences, عندنا des techniques ou عندنا des capacités, عندنا الكفاءات ديالنا وعندنا الموارد ديالنا، ولكن على دوك الموارد غادي نشوف شنو هي لوبورتونيتي اللي غادي ندير لها ليكسبلواتاسيون. Toutes les opportunités sur le marché ne sont pas nécessairement des opportunités pour l'entreprise. يعني ماشي le marché فيه بزاف ديال les opportunités، يعني كاع دوك les opportunités راه غادي انا en tant qu'entreprise غادي نexploiterهم، نو، ولكن على حساب الموارد ديالي والكفاءات اللي عندي en tant que شركه راه غادي نexploiter دوك les opportunités اللي من حقي ولا اللي قادر عليهم انا. بالنسبه لي موناس، ايليمون دو لونفيرونمون كي اونترينون دي ريسك بور لا رونتابيليتي
et la position concurrentielle de l'entreprise. بالنسبة لي مناص هما كي تعتبروا تهديدات اللي كي يأثروا سلبا على الانتربريز كي يأثروا ليها على البنية ديالها ولا على الوضعية ديالها ولا لا بوزيسيون ديالها في المارشي وسي كي يأثروا ليها على لا رونتابيليتي يعني الارباح ديال الانتربريز الا كانوا عندنا بزاف ديال لي مناص راه كي يأثروا علينا وكتهبط لينا لا كتهبط لينا لا بار دو مارشي. بالنسبه لاناليز سوت فيها مجموعه ديال لي كيسيون لي مهمين بزاف. اول كيسيون عندنا لونتربريز اتيل ان انسومبل دو فورس انتريسون لي فيبليس سون تيل امبورطونت لي فورس بيرمي تيل دو كومبونسي لي فيبليس يعني واش كيغطيو على دوك لي فيبليس. Les opportunités sont-elles en adéquation avec les forces de l'entreprise? Yani, je ne sais pas si les opportunités ou les forces. L'entreprise est-elle capable de se défendre contre les menaces? Yani, l'entreprise peut se défendre à la race pour qu'elle se les menaces. Aussi, maintenant, des recommandations. Quelles compétences doivent être renforcées? Je n'ai la compétence de Rastofrendi. Je ne compte fort. Quelles actions doivent être prises pour réduire les faiblesses? Yani, je n'ai les actions les rassindir. Je ne compte pas les faiblesses. Quelles opportunités doivent être prioritaires? Yani, je n'ai l'opportunité les candidats de l'IRA rassindir à Oulouia. Que doit faire l'entreprise pour se protéger contre les menaces? Yani, je n'aurais dit l'entreprise, je n'aurais dit l'entreprise contre les menaces ou les risques. هاد الجدول كيلخص لينا كاع الاناليز سوت وكيبين لها لنا بطريقه اللي هي ريزومي وواضحه جدا. كما قلت الاناليز سوت فيها دياغنوستيك انترن اكسترن يعني فيها لي فورس ولي فيبليس. بالنسبه لي فورس اللي ملولين بالخضر يعني بيرسونيل ايكيب ونوتوريتي وليماج دو مارك يعني كنشوفوا الناس اللي خدامين عندنا وليكيب كنشوفوا شنو هي ليماج دو مارك ديالنا وكنشوفوا النوتوريتي يعني السمعه ديالنا. الفيبليس كنشوفوا لي ريسورس فينونسي واش عندنا الفلوس يعني الا ما عندناش لا فيبليس كنشوفوا لي لوكو يعني احنا فينا هو فين المقر ديال الشركه ديالنا. لي زوبورتينيتي هما لي غوتري دان كونكورون فاش كيمشي واحد الكونكورون فاش كان يتبدل واحد ليجيسلاسيون واحد القانون بارتناريا. ولي موناس كيكون عندنا دي نوفو كونكورون يا موناس وعندنا لي زيفوليسيون د لا تكنولوجي حيتاش فاش كيتطور داك لو تو داب سوليسيون بطريقه اللي هي فوغ راه في هاد الحاله راه موناس بالنسبه لونتربريز. لي زيفوليسيون فاش كتطور عندنا لا دوموند ايغالمون لي مود اي توندونس فاش كيتطوروا. وبالنسبه لي زاكسيون ا اونتربروندر سي كو لي فورس il faut maintenir et développer يعني خصنا نحافظوا عليهم ونديفلوبي فيهم. بالنسبه لي فيبليس خصنا كومبونسي خصنا مثلا اذا كانوا عندنا دي فيبليس يكونوا قلال والا كانوا عندنا مثلا كثار واحد شويه يكونوا عندنا لي فورس اللي كيغطيو عليهم. اما بالنسبه لي زوبورتينيتي خصنا نسيزيوهم اون بريوريتي يعني في الاولويه ولكن نشوفوا بيان سيغ لي ريسورس ديالنا ولي كومبيتونس ديالنا. وبالنسبه لي موناس لي كونتر يعني خصنا نتادابتو معاهم ونحاولوا انهم نتجنبوهم لو ماكسيموم بوسيبل. هنا غادي نشرح لكم كيلكو استراتيجي اللي كيكون عندنا في هاد الاناليز سوات باش كندويو على لو كوبل فورس اوبورتونيتي يعني فورس واحد الحاجه زوينه في الاناليز انترن واوبورتونيتي حاجه زوينه في الاناليز اكسترن. وبجوجهم لي فورس كيعطيونا لافونتاج كونكورونسييل ولي زوبورتونيتي كيعطيونا لي فاكتور كلي دو سيكسي. هادو في هاد الحاله الا كانوا عندنا لي دو كنديرو لا استراتيجي دو كروسونس يعني تنتطورو وسي كنديرو la conquête ou qu'on est offensif. Il y a un offensif ou qu'il y a un défensif. Défendre, c'est défendre les choses offensives, c'est-à-dire un engagement. Le couple force-menace, c'est-à-dire que dans cette situation, il y a des forces qui sont les forces qui sont les menaces, qui sont les menaces, qui sont la stratégie défensive. C'est-à-dire qu'on défendre la réussite, c'est-à-dire qu'on a des menaces. Ou là, de production, c'est-à-dire qu'on a en tant qu'entreprise, qu'on a des stratégies de production. Troisième stratégie, c'est-à-dire qu'on a le couple faible. فيبلس ولكن كيكون عندنا دي زوبورتونيتي في المارشي. في هذه الحاله كنديروا لا استراتيجي دو اب جرادين ولا لا استراتيجي داميليوراسيون يعني كنطوروا في راسنا ولا كنامليوريو او نيفو دو نوتر اكتيفيتي. بالنسبه للرابع استراتيجي عندنا هي فاش كيكونوا لي فيبلس ولي موناس. هادو جاونا كاملين خايبين يعني عندنا شي حاجه خايبه في الانترن وحاجه خايبه في الاكسترن. في هذه الحاله كتكون عندنا لا استراتيجي دو سويفي يعني غير البقاء. دابا يلا غادي ندوي على اول اوتي في الاناليز ولا
الدياغنوستيك انترن. علاش دابا سوارت كتدوينا على لي دو؟ اول اوتي في الاناليز انترن هي الاناليز دي ريسورس اي دي كومبيتونس. اول حاجه غادي نشوفوها هي لا نوسيون دو ريسورس. لي ريسورس هما كيتعتبروا دي زاكتيف ياك، ولا مجموعه ديال لي مويا ولا لي فاكتور اللي كيكونوا عند الانتربريز، كيتسموا بالعربيه موارد، اللي كيكونوا كونترول كي اكزيرسي واحد لو كونترول. لونتربريز كتيكزارسي واحد الكونترول على دوك الموارد ديالها. وبالنسبه لونتربريز في هذه الحاله، غير واحد الحاجه غادي نضيفها، سيكو لا ريسورس ماشي بالضروره تكون ديال لونتربريز، ولكن تيكسبلوطيها، حيت بافو نقدر نجيب شي ماتيريال ياك اكريدي، يعني مازال ما ولا ديالي ولكن كنخدم به. وسي هنا راه قالوها لونتربريز نالمو بوزوان ديتر بروبريتير دو لا ريسورس، يعني ماشي بالضروره اني ديك الريسورس تكون ديالي، ولكن ال سوفي دو لا كونترولي، يعني الهدف هو اني غير نكونترولي هذيك لا ريسورس. لا كاليتي دون ريسورس ايفولي افيك لو طون، سيل سي بو سو رانفورسي او سو ديغرادي، يعني لا ريسورس راه ممكن انها تطور ممكن انها ديغرادا، يعني كما كنعرفوا ممكن مثلا نجيب واحد البيرسونيل خدام لي، واحد الشخص خدام ليا اليوم مزيان، غدا مثلا غادي يولي ديموتيفي وما غاديش يخدم ليا مزيان. يعني في هذه الحاله شنو غندير باش اني نموتيفيه؟ خصني نزيدو دي فورماسيون، نعطيه السالير. يعني هنا كندويو على عاوتاني على سميتو، كندويو على لي ميسيون ديال لا فونكسيون ريسورس ايما اللي هاد الماتيير ديجا شرحتها في هاد لاشين نيت. بالنسبة لا نوسيون دو كومبيتونس، هي ديك لا كاباسيتي اللي كتكون عند لونتربريز وكتكون ديفيسيلمون ايشونجابل، يعني لا لونتربريز كتكون عندها واحد لا كومبيتونس ما كتقدرش انها تبدلها، والا كتبدلها كتكون كتبدلها بطريقه اللي هي صعيبه بزاف. والا كانت عندنا واحد لا كومبيتونس اللي هي سبيسيفيك اللي ما كتكونش عند واحد لونتربريز، فهاد الحاله راه كيكون عندنا واحد سوربلي، واحد لافونتاج الا قارنتينا بيننا وبين لوتر. و ايغيلمون لا كومبيتونس بحالها بحال ريسورس، حتى هي راه كترونفورسي، يعني كيدير ليها ليفوليسيون مع لو طون مع الوقت. وسي راه تقدر انها ديغرادا ديغرادا، باش نيفيتيو هاد لا ديغراداسيون خصنا نديرو لا فورماسيون بيرسونيل، حيتاش كيما كنعرفو لونفيرونمون توجور الا تربيلون. وسي كاين فيه دي شونجمون، يعني باش نتادابتو مع دوك لي شونجمون دونفيرونمون خصنا ديما البيرسونيل ديالنا نديرو ليه دي فورماسيون ونعطيوه دي زانفورماسيون، يديرو دي زوتو ايفالياسيون، يعني نشجعوهم على هاد العمل باش انهم ديما يبقاو كيتطوروا، ما يبقاوش ستابل في واحد الحاجه. وباش انه هاد لا كومبيتونس تكون شي حاجه اللي عندها ان فالور، خاصها تريسبكتي لينا كيلكو كاركتيرستيك. هنا ان كومبيتونس نا دو فالور، ما عندهاش لا فالور كو بارابور ا سون بوتونسييل، يعني عندها لا فالور في الحاله انه كنهضروا على البوتونسييل، البوتونسييل دو كرياسيون دو فالور بور اون انتربريز. عندنا ثلاثه ديال لي كريتير، ثلاثه ديال المعايير في هاد، ولا ثلاثه المعايير في هاد لا كومبيتونس. عندنا الكاباسيتي ديتابلي ان افونتاج كونكورونسييل، يعني تكون عندنا القدره باش نحقوا واحد لافونتاج ولا واش تكون عندنا واحد لاتو. ايغالمون لا كاباسيتي دو ديفوندر اي مانتينير سيت افونتاج دو فاسون دورابل، يعني يكون عندنا واحد لافونتاج ولكن ديفلوبي في داك لافونتاج باش يبقى عندنا durablement. Aussi la capacité de s'appuyer durablement les bénéfices qu'elle aura permis de dégager. يعني هذوك لي بينيفيس لي غادي نديجاجيو ماشي انا غنحقق ربح اليوم وصافي، خصني نحقق ربح على المدى البعيد. Aussi هاد لي كريتير كنسميوهم لي كاركتيرستيك فريس، ولا كيتسموا لي كاركتيرستيك فرين على حسب كل ماشيير وكيفاش تقراو. بالنسبه للفريس في فالوريزابل، يعني تكون عندها واحد لا فالور غار، يعني تكون قليله ما تكونش بزاف، ماشي انا كنصنع واحد الحاجه وكيصنعوها بزاف ديال الناس. وسي انيميتابل، يعني ماشي قادره باش انه شي واحد يقلدها. نون سوبسيديابل، يعني صعيب انه تقلد واخا كانوا عندنا دي فاكتور ولا دي عوامل اللي هما الترناتيف. ايغالمون نون ترانسفيرابل، يعني ديفيسيلمون ترانسفيرابل. لوتي ثلاثة اللي كتعتبر الثانية في الاناليز انترن اللي هي لا شين دو فالور. بالنسبة لا شين دو فالور كندويو على جوج ديال الحوايج، كندويو على لي زاكتيفيتي برينسيبال اللي كديرهم لونتربريز، وكندويو على لي زاكتيفيتي دو سوتيان ولا لي زاكتيفيتي سكوندار اللي كيكونوا كيعاونوا لاكتيفيتي برينسيبال. الوغ نبداو لا شين دو فالور اي لونسومبل دي زيتاب ديتيرمينون لا كاباسيتي دانداس. يعني هنا فاش لا شين دو فالور كتخلينا انه نعرفوا ديك لا كاباسيتي
capacité d'yel la l'audas d'une entreprise ou d'un organisme obtenir un avantage concurrentiel. L'hedef raïsi min l'analyse interne huwa l'avantage concurrentiel. L'hedef raïsi min l'analyse externe huwa les facteurs clés de succès. Qlou l'hed la information. Les fonctions primaires assurant l'offre de produits ou de services et sont donc directement impliqués dans la création de valeur. Si on veut des fois de l'argent, on a les fonctions primaires ou les fonctions secondaires. Les fonctions primaires liées directement à la création de la valeur. Les fonctions secondaires aident. Homme qui sert de l'une les fonctions principales, ben elles y influencent l'une ou l'autre. L'une ou l'autre la valeur ou les créent ou l'une la valeur. La fonction secondaire qui est également les fonctions de soutien qui mettent les comptes ou qui améliorent l'efficacité ou l'efficience de la fonction primaire qui mettent les comptes. L'efficacité et l'efficience sont qui t'attablent du niveau de performance. Les qui t'aident les ont la pertinence les est troisième niveau. هنا غادي نعطيكم واحد الريزومي على لا شين دو فالور شنو فيها اون جينيرال وشنو هو لوبجيكتيف برينسيبال ديالها. بعدا لا شين دو فالور هي لوتور ديالها هو مايكل بورتر ودارها لينا في 1980 كيكونوا فيه مجموعه ديال لي زاكتيفيتي اللي كتكون بيناتهم علاقه يعني كيكونوا انترديبوندون وهاد لي زاكتيفيتي كيكون الهدف ديالهم هما يعطيو واحد لا فالور مارجينال لو كليون اوسي لو برودوي ولا سيرفيس داك المنتوج ولا ديك الخدمه اللي كتقدم bien sûr le client avec la valeur que il a généré la définition de la valeur il y a donc le montant de l'équivalent le client يعني donc le flux l'équivalent ou le profit هو داك الفارق ما بين داك الشيء باش شرينا ياك وداك الشيء باش بعنا والهدف الرئيسي كما قلت لوبجيكتيف برينسيبال ديال هاد لا شين دو فالور بما انها كاينه في الانترن هو لافونتاج كونكورونسييل ولافونتاج كونكورونسييل كنستعملوا فيه بليزيور استراتيجي وما بينات هاد لي استراتيجي اللي غادي نشوفو هنا هما لا استراتيجي دو ريدكسيون دو كو اللي هي ايجالمون دو بري با ولا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. هنا غادي نشوفو شحال من فونكسيون عندنا في فونكسيون سوتيان وشحال من فونكسيون عندنا في لا فونكسيون بريمير حيت بارفوا كيحطو في ليكزامبل كومبيان دو فونكسيون كاين في كل وحده. بالنسبه للفونكسيون دو سوتيان فيها ثلاثه فيها لانفراستركتور دو سيستيم فيها الجيستيون دي ريسورس ايمان وفيها ديفلوبمون تكنولوجيك. بارفوا راه كيزيدو فيها حتى لا بروفيجن حيت كيكونوا بعد كل اساتذه وشنو كيديروا كاين اللي كيديرها في لا بروفيجن مو كون فونكسيون بريمير وكاين اللي de l'approvisionnement comme fonction de soutien. Mais la fonction d'approvisionnement vraiment raquine les fonctions primaires. Bénisbal les fonctions primaires en 5, l'approvisionnement en logistique ou la production ou la commercialisation ou service. Bénisbal l'infrastructure et système il y a de l'entreprise yani quand il y a la direction générale. Bénisbal la gestion des ressources humaines, هذا راه موديل راه déjà شرحت فيه دا بارتي فلاشين راه تلقاو في ديسكريبسيون ولا راه تلقاو حتى في البلاي ليست. راه مكتوبه فيها الجيستيون دي ريسورس ايمان جي ار اش. هاد لا فونكسيون الدور ديالها هو انه تهتم لينا بزاف بدوك لي سالاريي و لا ساتيسفاكسيون ديال لي بيزوان ديالهم. بالنسبه للديفلوبمون اي تكنولوجيك هادو كيكون لا تكنولوجي. بالنسبه لابروفيزيونمون عنده العلاقه بهادوك لي ماتيير بروميير. لوجيستيك سي ترونسبور برودكسيون يعني لا شين من لي ماتيير بروميير لا ترانسفورماسيون دي ماتيير بروميير او برودوي فيني ولا ماتيير بروميير او برودوي سيمي فيني فيغ ان برودوي فيني. لا كوميرسياليزاسيون سي لو ماركتين او سيرفيس يعني داك لو سيرفيس ابري فونت واش لو كليون ساتيسفي واش غادي يرجع عندي واش فيديليزي او با. هنا غادي نعطيكم اون اوتر ديفينيسيون ديال لا شين دو فالور. لا كومبيتيتيفيتي دون انتربريز يعني داك التنافسيه ديال لونتربريز باش تكون عندها داك لافونتاج كونكورونسييل وتنافس في المارشي ديبون نو سولمون دي كو دو لاكتيفيتي رياليزي اون انترن يعني باش انها تكون عندها واحد القدره ولا واحد القوه تنافسيه ماشي كتهتم لينا غير بهذوك لي زاكتيفيتي اللي عندهم العلاقه بالونتربريز في الداخل ديالها نو ولا داك لا شين دو فالور ديالها بروبر لا. ولكن كتهتم لينا ايغالمون بلي شين دو فالور اللي عندهم العلاقه بلي فورنيسور ديالها الممولين ديالها او لا الزبناء لي كليون اللي كتسمى سبلاي تشين او لا شين دو فالور. L'identification des différentes activités. En effet, la chaîne de valeur can identifier plusieurs activités. Les kinin fihom des activités de soutien et les activités principales.
dans l'industrie, يعني كنهضروا على واحد لاندستري ليدونتيفيكاسيون دي ريلاسيون اونتر سي زاكتيفيتي. كيما كنعرفوا لا ريلاسيون ما بينات هاد لي زاكتيفيتي كتكون انتر ديبوندون، يعني بين انتر غولي بيناتهم علاقات ترابط وقوه. ليدونتيفيكاسيون دي زاكتيفيتي لي بلي رونطابل، يعني كنشوفوا دوك لي زاكتيفيتي لي غادي يحقوا لينا ارباح اكثر من الاخرين. لهنا غادي نكون وصلنا النهايه ديال لا فيديو ديالنا، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتكون عجباتكم لا سيونس، وان شاء الله في ليبيزود الماجيه غادي نشرح لكم لا سيغمونتاسيون استراتيجيك ولا ديفيرونس سيغمون لي كاينين ولا داس، وشنا هي لا سيغمونتاسيون استراتيجيك ولا ديفيرونس بين سيغمونتاسيون استراتيجيك اي سيغمونتاسيون ماركتين. جيسبر كو فو زافي ايمي لا فيديو، الى عجبتكم ما تنساوش وما تبخلوش عليا بلي لايك، وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الاشعارات اللي كاينين في القناه ديالي. اي على بروشين.